يعني كنت بقول لهاني ايه يجيبني وانا بعمل كده تك 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 كده. نتكلم عن الكيك بوكسنج. الكيك بوكسنج الحقيقه بيعتبر من الرياضه يعني القتاليه الحديثه في مصر، يعني يمكن عشان هي لعبه كان ليها انتشار كبير بين الشباب وبين البنات كمان من اعمار مختلفه، والكبار كمان الحقيقه بداوا ان هم يحبوها لما بدا يكون ليها تواجد قوي وانتشار كبير جدا، وده في مختلف محافظات الجمهوريه. يمكن كان دافع كمان قوي لانشاء الاتحاد المصري للكيك بوكسنج، ده برئاسه كابتن محمد صبيح. انا عايز اقول كمان ان الاتحاد المصري للكيك بوكسنج نجح في حصد بطولات وجوائز محليه وقاريه ودوليه كمان، وده في فتره وجيزه، وده بيخلي لعبه الكيك بوكسنج انها ممكن تكون اللعبه الشعبيه الاولى في مصر باذن الله. خلينا بقى نتكلم اكتر عن هذه اللعبه مع ضيوفنا الكرام، الكابتن اسلام قريش مدرب منتخب مصر، والكابتن بسام ابراهيم لاعب منتخب مصر للكيك بوكسنج. قريش قريش ابو قريش اسم قوي. كابتن اسلام منورنا ومنورنا انت كمان ومشرفنا الحقيقه، ومبسوطين جدا بتواجدكم معانا النهارده. في البدايه كده كابتن اسلام وحضرتك طبعا مدرب منتخب مصر للكيك بوكسنج، يا ريت حضرتك كده تعرفنا برياضه الكيك بوكسنج للناس اللي مش عارفه شويه ايه هو الكيك بوكسنج. يعني انا عماله اعمل كده مش عارفه بعمل صح ولا لا، هنقوم دلوقتي ونلعب. انا هنعلمك يعني. اتفقنا اتفقنا على الكلام ده. تمام. رياضه الكيك بوكسنج هي رياضه نزاليه موجودة من زمان، قتالية يعني. قتالية احنا رياضة قتالية موجودة من زمان تقريبا من السبعينيات، بدأت في مصر من التسعينيات تقريبا، اتأسس لها الاتحاد. احنا كنا بنشوف احمد زكي في لا احمد زكي كان في حتة تانية اصلا. احنا ده بوكسك لكن احنا في الكيك بوكسنج حاليا في المجال الفن ناس بتمارس زي احمد العوضي، يعني بيمارس كيك بوكسنج دلوقتي، وفي ناس كتير موجوده. رياضه الكيك بوكس بتعتمد على استخدام اللكم والركل بايد ورجلي. طبعا هي سبع يعني اساليب مختلفه. البوكس غير الكيك بوكس. البوكس استخدام الملاكمه فقط، اللي الكيك هو بوكس الايد بس. ايد بس كيك معناه رجلين. انما الكيك بوكس بنستخدم الكيكس مع البوكسنج. هي عندنا فيها سبع اساليب مختلفه جوه الرياضه. سبع اساليب. وده اللي بيخلي ليها قاعده انتشار كبيره، لان المنافسه فيها بتبقى قاعدتها اوسع، وفرصه ان انا احقق ميداليه في الكيك بوكسنج ليها افضليه عن ان انا مثلا لو بلعب بوكسنج مثلا فهي الفرصه مره واحده، لو انا خسرت في بطوله خلاص اوت الموضوع انتهى. الكيك بوكسنج عندي فرص بدل الفرصه 2 و3 و4 لو انا مشارك في اكتر من اسلوب، وده اللي كان حصل معانا في اخر بطوله. فده اللي مخلي اللعبه ليها قاعده شعبيه كبيره، ويمكن احنا في اتجاهنا لازدياد كبير جدا وقاعده شعبيه كبيره جدا لما لها من مميزات، سواء بقى ان انا بعرف ادافع عن نفسي، الشيب اللي انا عايز اوصل له ممكن اوصل لشيب كويس جدا في شكل جسمي. البنات دايما بتهتم شويه بالكيك بوكس. كنت اسالك يمكن الفتره الاخيره البنات ده فعلا بقينا نشوف بنات كتيره والله بجد عايزه تتعلم كيك بوكس. وعندنا ابطال بالفعل من البنات حققوا نتائج على مستوى العالم وعلى مستوى افريقيا وعلى مستوى العرب. لا طبعا 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 طبعا. طب لو انتقلنا بقى للكابتن بتاعنا اللي منورنا واللي مشرفنا كمان، قول لي بقى انت بتلعب بقالك قد ايه؟ بدات الموضوع ازاي؟ انا بدات كيك بوكسنج بقالي 3 سنين. 3 سنين؟ ايوه. عملنا كل ده ما شاء الله وأكبر. الله اكبر. 16 سنه. ايوه. انت بتلعب ناشئين؟ الحاجات دي كلها بتاعتك انت بس؟ لا حاليا شباب. شباب يعني دخلت محطه الشباب. ايوه. الفئه بقى؟ انا بدات كنت ناشئين. وزن ال 51. 51. ايوه. قول لي بقى البطولات دي يعني انت ما شاء الله واكبر لو هتبداهم لي، لان شايف ميداليات كتيره ومتنوعه، فانت ممكن تقول لي اهمهم شهادات. لا اهمهم اكيد اكبر واحده حاططها دي اهم واحده فيهم. ايوه. دي بطوله الايه؟ دي بطوله البحر المتوسط في تركيا. ودي بطوله كاس العالم في تركيا برضه. مركز اول. دي مركز اول. دي مركز ثالث برونزيه. ما شاء الله. لا كنا عاوزين اول بس. لا ما هو في تركيا هو بطل عالم. بطل عالم تركيا 16 سنه، فدي حاجه لطيفه وكويسه قوي. انت بتعمل بقى ايه؟ بص يا ذيب انا يعني شايفاه صغنن كده. خدي بالك هم دول يعني ما انا لعبت اللعبه دي قبل كده، فهم دول اللي يزعلوكي والله. يمشي على طراطيف رجله تلاقيه مش عارف مش رايح فين. صح كده؟ جايبك يعني. لسه كنا بنتكلم انا وهو ان انت لعبت مباريات كتيره طبعا، فالقضيه فكره ان انت بتعتمد على الضربه القضيه. الضربه القضيه دي اللي هو يعني خلاص خدت ضربه فوقعت فالحكم خلاص خلص الماتش. وفي حاجه ثانيه بالبوينت، ان انا اخد مجموعه من البوينت. بتبقى جولات يا بس. مظبوط. طيب انت في جوله من الجولات بقى مثلا كسبت الجوله والجوله الثانيه ما كسبتهاش، ده بيحصل؟ اوقات طبعا. لا قول على فكره. لا. عادي ما هو اللعبه. ايوه عادي بس لا ما حصلتش معايا. لا ما حصلتش معايا. مفتري شكلك. مفتري يعني صغير كده بس جبار. طب كابتن اسلام انا عندي سؤال ويمكن برضو اتكلمنا فيه، فكره ان الاتحاد المصري للكيك بوكسنج احنا انت قلت لي من 2020 تم فما قبل ذلك كان في فتره كبيره جدا. انا عايز اعرف ايه اللي اخر
عشان يبقى في اتحاد. الاجراءات المحليه بالنسبه لانشاء الاتحاد بتاخد وقت شويه، خاصه ان اللعبه ليها العاب شبيهه. فطبعا لازم الوزاره بترجع لكل الاتحادات الالعاب القتاليه، هل اللعبه دي شبيهه اللعبه عندكم ولا لا، بحيث وبننتظر رد. فالامر بياخد اجراء ورقي كبير يعني مش صغير، فخد وقت يعني. حتى ما قبل الاشهار احنا مثلا كابتن محمد صبيح كان بيسعى لتاسيس الاتحاد من فتره زمنيه مش قليله يعني. ممكن نتكلم في 4 سنين مثلا او 3 سنين في محاولات. هي كانت الاول دخلت لجنه جوه الاتحاد المصري لوشكو نوفو، وبعد كده بداوا ان احنا نفصلها عشان يبقى كلها اتحاد مستقل. خدنا بقى اجراءات في الوزاره وقت، بس الحمد لله يعني. طبعا بنشكر معالي الدكتور اشرف صبحي لاتخاذ القرار في يناير 2020 باشهار الاتحاد المصري للكيك بوكس، وكانت بدايه النجاح لرياضه الكيك بوكسنج وبدايه عهد جديد برئاسه الكابتن محمد صبيح. يعني حققنا الحمد لله ازدهار قوي جدا، قاعده شعبيه. كنا في الوقت الرياضات كتير مش موجوده، كان الكيك بوكسنج متربع على العرش لوحده يعني. عد المشاركات بتوصل اللي عنده في البطوله ل 10,000 لاعب يعني، في البطوله الواحده بتوصل ل 10,000 لاعب، وده في البطوله وده عدد ضخم جدا. شايف الكيك بوكسنج سحب البساط من العاب تانية كتيره كانت كتير جدا. ايه اهمها بقى يعني؟ هو شبه ايه؟ ما بلاش اهمها عشان الناس ما تزعلش. لا قول قول. لا يعني هو سحب البساط من الملاكمه مثلا يعني. لعيبه الملاكمه زي ما قلت لحضرتك، احنا بنتكلم في فرص تحقيق ميداليه، الموضوع متصعب شويه. لا بس هنا ممكن ايد ورجل. فلا انا عندي فرص هنا اعلى. الملاكمه لسه ليها شعبيتها وليها رونقها وليها رونقها ما نقدرش نختلف على ده يعني. دي من يعني انا من عشاق الملاكمه، من عشاقها ولعبتها. وبسام ده اللي معانا على الشاشه بيتمرن. انت شكلك ايه؟ على ذكر الملاكمه كمان بساله، بقول له بسام انت ايه افضل حاجه؟ فقال لي لا انا بوكسير كويس واعرف اتحرك، وعشان خاطر انت بتقولي انت حجمك كده. فده بقى في البوكس كمان انا متاكد انه ده حاجه بيتحرك. يمكن بسام مهاريا من الناس الكويسه، لو هنقدر من تلاميذك. بس من تلاميذي بسام، لو هنقدر، لو نعرف في بطل كده اسمه نسيم حميد في الملاكمه كان مشهور جدا، هو فوت وركر كويس جدا، بيتحرك بشكل رائع، عنده فوت ورك، عنده ستايل، يعني بيحتاج فلكسبيليتي ان هو يكون خفيف جداً، بيتحرك بسرعه، والسرعه والدقه بتاعت تصويب الضربات، التوقيت المناسب اللي بيختار فيه توقيت الضرب، كل ده ليها عوامر بتبقى بجانب ان هو التدريب هو جزء من الموهبه. يعني هو عنده الموهبه بخلاف ان هو التدريب. فزي ما احنا شفنا التدريبات ده كان على فكره اثناء معسكر البطوله. معسكرات كمان، معسكر اللي قبل سنه. كام يا عم بسام؟ ثانيه سنه. على فكره احنا كنا معسكرين وقت الامتحانات اصلا. يعني انا عندي معظم اللعيبه اللي كانت معسكره منهم ابطال دلوقتي بيجهزوا امتحانات ثانويه عامه، منهم عبد الفتاح بطل جايب ذهب بحر المتوسط، كريم بطل عالم، اول كاس عالم، اول بحر المتوسط، يوسف توفيق، ابطال كتير معظمهم يعني 90% منهم ثانويه عامه. على ذكر ثانويه عامه والتعليم، ممكن اسال بسام بقى انت بتعمل ايه بقى؟ يعني انا عارف ان اللعبه دي عنيفه جدا، فانت وارد انت تاخد بوكس يمين بوكس شمال، عينك تبقى كده زرقاء بتاع، فتروح بقى لاصحابك، بتعمل ايه في الحوار ده؟ لا انا الحمد لله يعني مفيش. لا الحمد لله مفيش في البطولات. لا بس في التدريب بسام دلوقتي عماله تقول ايه الموزيع والموزيع ما يحسدوا بسام. لا ما شاء الله يعني يمسك الخشب ربنا يحميه. بس انا عارف اللعبه لعبه عنيفه جدا، فكره ان انت تاخد رجل كده بوكس كده، فوارد حتى في التمرين فعلا في التمرين. شكلك واخد كتير والله. اتفتحت مرتين اقسم بالله، حواجبي اتفتحت مرتين ما شاء الله. انت يعني في الدراسه بقى ازاي بتواكب ما بين التمرين وما بين الدراسه بتاعتك؟ ازاي بتحافظ على الاثنين مع بعض؟ ده طبعا بخلي اوقات التمرين دي لوحدها خالص، واوقات الدراسه لوحديها، عشان ما مثلا ما اجيش على حاجه على حساب حاجه. فاهم؟ شكلك ما بتذكرش ومهتم بالكيك بوكسنج بس. طب بسام تعالى بقى الكابتن اسلام ونعرف من حضرتك، هل بقى في سن معين لبدايه تمرين كيك بوكسنج؟ يعني من سن كام يبتدي يدخل تمرين، وسن كام خلاص ما بقاش ينفع؟ اولا هو احنا بتفكري ولا ايه؟ حاضر. ده كده طيب خليني افاجئ حضرتك. احنا بنبدا ممكن من سن 4 سنين لو الطفل مستوعب، واحنا بنعمل له تيست كده وبنستارت معاه. بيبدا منافسات او بطولات من سن 6 سنوات. السن بقى لحد فين؟ لا احنا مالناش سقف. انا عندي حد بيتمرن،
بدا يلعب وهو عنده 63 سنه، دخل بطوله وهو عنده 64 سنه، بطوله لعب بطوله وهو عنده 64 سنه. يمكن هو زميل، على فكره هو زميل بسام في الفريق، عم احمد بنقول له عم احمد، احنا بنقول له كده فعلا. هو يعني 65 سنه ربنا يديله الصحه. فاحنا رياضه الكيك بوكس من مميزاتها وان ليها بطولات عالم للفئه العمريه دي الماسترز، ويمكن احنا اخر بطوله في البحر المتوسط كان معانا كابتن محمد زعيم نائب رئيس الاتحاد المصري كيك بوكس، لعب وجاب برونزيه عالم في الماسترز. كابتن محمد فاروق، كابتن حسام، لا لا لا. طب هل ممكن حد كبير يلعب حد صغير؟ والله لا، ده مش فير بقى كده يا كابتن. في تدريب ولا في بطوله؟ في البطوله. لا اوزان احنا بنلتزم يعني في البطولات يعني اللي هم الفئات العمريه بتتقسم من 40 ل 45، دول فئه عمريه مع الميزان. من 45 ل 50 دي فئه عمريه مع الميزان بالظبط، فوهكذا بقى. طيب كابتن، قبل ما دياب يقوم يقول لنا موجز الاخبار ونختم مع حضرتك فقرتنا، تقول لي حركه سريعه جدا ازاي دافع بيها عن نفسي لما دياب يضايقني. يعني كنت ولا وبسمي نفسي سريع. هوك في دقنه على طول. قول لي الهوك، تعال ثانيه واحده. هيقول العدل، قول لي الهوك بسرعه. ها العدل. طيب لا لا لا، زي ما انت لازم زي ما انت اشرح الضربه. الهوك ده هوك انت وانت قاعد. اولا اعمل كده انا فايت. يلا ما تخافش، تعرفي كده ايدك على وشك، اهم حاجه ايدي على وشي، اهم حاجه اهو ايدك اليمين على وشك. اليمين اهي، وبالشمال بصي كده. تعالى كده يا دياب. تعالى كده، استنى كده. ايوه بالظبط كده كده كده، عشان خاطر انا بحمي ده. يعني دي هنا عندي انا عشان انا ايوه دي تحمي وشي. طب ما لو اداني واحده هنا انا لا بس دي خلاص ديفنس بقى. بص بقى انت كده، بصوا كده. ايوه اتقدم، اتعلمنا اتقدم. ايوه خلاص، تيجي تتمرني معانا. امال التيم بقى خلاص، تيجي تتمرني معانا. طبعا والله هقطعك يا بسام. هنعمل طلب لكابتن محمد صبيح بضمك في المنتخب بقى معانا. اتمنى يا كابتن، والله ليا الشرف. بنشكرك جدا جدا. شكرا لحضرتك وشكرا لكم جدا. كابتن اسلام يعني نورتنا، وبسام شرفتنا، ودايما بطولات بطولات يعني اكتر ان شاء الله. ايوه عاوزين اكتر واكتر، وحافظ كده على وشك دايما القمر ده، وخلي بالك بقى، خاف مني عشان انا جايه لك. خلاص انت كده التيم بتاعنا. خلاص تمام، تيم واحد يلا. لا ده انت قلت لي ان مفيش فئه عمريه، فدي حاجه هايله جدا وتشجع الحقيقه. طيب.